السلام عليكم. طريقة تحويل الصورة إلى ملف PDF أو تحويل مجموعة من الصور إلى ملف PDF واحد بطريقتين، إما باستخدام الويندوز نفسه أو باستخدام برامج. فإذا كنت مهتم في الموضوع تابع معي الفيديو حتى النهاية، وكالعادة معكم ويب فؤاد من اليمن، وأهلا وسهلا فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي للجميع، يا رب كلكم بألف خير. معكم مهي فؤاد من اليمن. طبعا في هذا الفيديو سوف نتطرق إلى كيفية تحويل الصورة إلى ملف PDF أو تحويل مجموعة من الصور إلى ملف PDF واحد بطريقتين، إما باستخدام الويندوز نفسه أو باستخدام بعض البرامج. لاحظ حاليا لو ذهبنا إلى سطح المكتب عندي مجموعة من الصور، لاحظ أفتح الصور عندي مجموعة من الصور، لاحظ استغفر الله لا إله إلا الله محمد رسول الله، صلوا على رسول الله، اللهم صل عليك يا رسول الله. أريد أن أقوم بتحويل صورة معينة أو مجموعة من الصور إلى ملف PDF واحد. أضل على الصور من لوحة المفاتيح على زر كترا مع الA، لاحظ كليك يمين بالزر الأيمن وأختار برنت، لاحظ تفتتح لي هذه الواجهة. عندك البرينتر أضغط على الليست الموجودة هنا، لاحظ اختار مايكروسوفت برينت تو PDF، اختار برينتر، اختار سطح المكتب مسار حفظ الملف، اختار سطح المكتب واسمي الملف على سبيل المثال مهيب 1، هذا ملف PDF، اختار سيف. لاحظ حاليا سوف يقوم بتحويل كافة الصور الى داخل ملف PDF واحد. اكمل عملية التحويل، لو ذهبنا الى سطح المكتب لاحظ هذا الملف، افتح الملف PDF، لاحظ ثمان صور موجودة داخل هذا الملف. هذه الطريقة الأولى، وهو طريقة من داخل الويندوز نفسه، تفتح الصور تظلل على الصور كليك يمين بالزر الأيمن برينت، تختار خيار مايكروسوفت برينت تو PDF. لكن إذا لم يتواجد عندك هذا الخيار سوف تقوم بتحميل برنامج، وهي الطريقة الثانية. الطريقة الأولى من داخل الويندوز نفسه من خيار مايكروسوفت برينت تو PDF، لكن إذا لم يتوفر عندك هذا الخيار تقوم بتحميل برنامج، اسم البرنامج دو PDF، اختار كنسل، لاحظ نقوم بتحميل البرنامج، اذهب الى المتصفح ومن ثم اقوم بالدخول على هذا الموقع www.dopdf.com، اختار انتر، لاحظ اختار داونلود ناو، تفتتح معي هذه الواجهة، اختار داونلود ناو، لاحظ بليز وايت، اختار download.dopdf، حاليا حجم البرنامج 66 ميجا، اختار مسار تحميل البرنامج وليكن سطح المكتب او الداونلود، اختار سيف ومن ثم اختار ستار. حاليا بدا بتحميل البرنامج، حاليا سوف اختار كنسل، انا قمت بتحميل البرنامج مسبقا، هذا هو البرنامج، كليك يمين بالزر الايمن ومن ثم اختار open، اختار install now yes، لاحظ حاليا سوف يبدأ بتحميل البرنامج، لاحظ دو PDF الاصدار العاشر، لاحظ وصل الى 50%، لاحظ 60، طبعا حجم البرنامج 66 ميجا، لاحظ 74 82 86، لاحظ كوبي نيو فايلز، يقوم بنسخ الملفات الجديدة، ستارتنج سيرفيس هو بداية الخدمة، لاحظ اكمل من عملية التحميل 99%، لاحظ أكمل من تحميل البرنامج successfully installed do PDF الإصدار العاشر، أختار close. حاليا لاحظ لو ذهبت إلى الصور، أفتح الصور، أريد أن أقوم بتحويل هذه الصور إلى داخل ملف PDF واحد، أظلل على الصور كليك يمين بالزر الأيمن ومن ثم أختار print. طبعا هذه الطريقة الثانية في حالة لم يتوفر عندك خيار مايكروسوفت print to PDF الموجود داخل الويندوز، لاحظ اختار على الليست، لاحظ عندي ظهر خيار دو PDF الاصدار العاشر عندما قمت بتحميل البرنامج. قبل ما اقوم بتحميل البرنامج هذا الخيار غير موجود، وبامكانك الرجوع الى بداية الفيديو لرؤية هذا الخيار، هذا الخيار طلع معي بعد ما قمت بتحميل البرنامج، اختار دو PDF الاصدار العاشر،
ومن ثم اختار برنت. هنا عندي تظهر هذه الواجهة واختيار براوز مكان حفظ الملف بيج فوتو اسم الملف، اختار اوبن على سطح المكتب. هنا عندك بي دي اف اوبشن، خيارات البي دي اف اما سمولست فايل او ميديوم او بيست كواليتي، نحن سوف نختار بيست كواليتي افضل جودة. هنا عندك الاكشن له اوبن فايل، بعد ما يكتمل من تحويل الصور الى ملف بي دي اف سوف يقوم بفتح ملف البي دي اف مباشرة. هنا عندك بريفرنس اللي هو المراجع، عندك اد دوكيمنت انفو اذا اردت ان تضيف معلومات الى الملف الذي سوف تقوم بتحويله الى بي دي اف. ايضا عندك هنا always use this folder، استخدم هذا المجلد دائما. اترك الخيارات كما هي، لكن هنا عندك تختار best quality افضل جودة. هنا اذا اردت ان يفتح الملف بعد ما يقوم بتحويل الصور الى بي دي اف يفتح الملف على طول. لاحظ اختار اوكي، بعد ما يقوم بتحويل الصور الى ملف بي دي اف واحد سوف يقوم بفتح ملف البي دي اف مباشرة. لاحظ 8 صور داخل ملف بي دي اف، اغلق ملف البي دي اف، اغلق الصور، لاحظ هذا هو ملف البي دي اف فول بيج فوتو. حاليا عرفنا كيفية تحويل الصور الى ملف بي دي اف من داخل الويندوز نفسه. تظلل على الصور، كليك يمين بالزر الايمن، اختار برنت، تختار مايكروسوفت برنت تو بي دي اف. اذا لم يتوفر عندك هذا الخيار تنتقل الى الخطوة الثانية، وهو تقوم بتحميل البرنامج. رابط تحميل البرنامج اسفل هذا الفيديو في الديسكريبشن في الوصف. بعد ما تقوم بتحميل البرنامج سوف يتحفز عندك خيار دو بي دي اف الاصدار العاشر، ومن ثم تقوم بتحويل الصور الى ملف بي دي اف واحد. طبعا كذا درسنا خلص لهذا اليوم، يا رب تكونوا استفدتوا من هذا الموضوع. اذا عجبك الفيديو يا ريت ما تحرمنا من زر لايك، فجروها لايكات فهذا يسعدنا. زكاة العلم تبلغه، لو المعلومة وقفت عندي ما كانت وصلت لك فيا ريت شير لهذا الفيديو لتعم الفائدة للجميع. كذلك اذا كانت هذه اول مشاهدة لك على قناتي على اليوتيوب يا ريت تنورنا وتشترك في القناة بالضغط على الزر الاحمر اشتراك، وتنضم الى ازيد من 10,000 مشترك ومشتركة على هذه القناة. ايضا لا تنسى من تفعيل خيار الجرس لتوصل بكل الفيديوهات التي اقوم بتنزيلها اولا باول على هذه القناة. رابط تحميل برنامج دو بي دي اف من الموقع الرسمي اسفل هذا الفيديو في الديسكريبشن في الوصف. كان معكم مهيب فؤاد من اليمن، في امان الله.